يوروبون، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. لطالما كانت كارينا عضوة فرقة أسبا معروفة بجمالها وحجم رأسها الصغير لدرجة أن الكوريين يطلقون عليها وصف خاص بها. في كوريا الجنوبية عادة ما يطلقون على الشخص الذي يملك شكل وجه مثالي بوجه البيضة، لكن لأن كارينا تملك تناسق مدهش فيطلقون عليها بدلا من ذلك وجه بيضة السمان. ولقد جذبت كارينا الاهتمام مؤخرا بعد تداول صور لها من المطار، حيث شوهدت وهي ترتدي سماعات الايربودز في أذنيها. سماعات الايربودز أوضحت للجميع مدى صغر حجم رأسها في هذه الصورة مقارنة بأحجام رؤوس الناس العادية، حيث بدت السماعات وكأنها أكبر حجما من المعتاد، لدرجة أن البعض علق مازحا بأنه لابد وأن السماعات مزيفة. وأضاف المعجبين تعليقات مثل: وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيوي كسيو كومسان ميدا.